الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشددا على الأهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي. كما وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، وجه بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال، وموجها بوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة. رحبت مصر بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وأكدت الخارجية في بيان أن وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. كما قالت مصادر طبية إن طفلا استشهد في قصف الاحتلال منزلا بمخيم 2 في النصيرات وسط القطاع، كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف سيارة تابعة لشركة توزيع الكهرباء بخان يونس جنوب القطاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستظل الحليف الذي لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنه. وفي خطاب أمام الكونغرس أكد نتنياهو أنه يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران. وشدد نتنياهو على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل. أعلنت حركة حماس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة كذب محض وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والعالمي. وأوضحت حماس في بيان لها أن نتنياهو هو من أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، رغم جهود الوسطاء المتواصلة ورغم المرونة والإيجابية التي أبدتها الحركة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيواصل العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط. وفي كلمة له بالبيت الأبيض أكد بايدن أنه يعمل على مدار الساعة لإعادة الأمريكيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم إلى وطنهم. وفي الوقت نفسه أكد بايدن أن النائبة كاملا هاريس لديها خبرة ومؤهلة لتقود البلاد، وأن الاختيار الآن يعود للشعب الأمريكي. قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن كاميلا هاريس ستدمر الولايات المتحدة في عام واحد حال وصولها للرئاسة. وخلال حملة انتخابية له أكد ترامب أن هاريس جعلت الولايات المتحدة تعاني أعلى معدلات تضخم في الوقت نفسه. أشار ترامب إلى أنه سيوقف الحرب الروسية الأوكرانية ولو وصل إلى البيت الأبيض.